بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متابعي ومتابعات الوكالة العقارية سير مرحبا بكم مجددا على قناة ديالكم الوكالة العقارية سير قناة ديال العروض العقارية المتميزة وبأتمينة جد مناسبة وكما نقول القناة اللي كتجيب لكم عروض عقارية جد مشجعة بالنسبة للأثمنة وبالنسبة للمستثمرين في المجال الفلاحي والناس اللي كيقلبوا كي يشريوا اراضي فلاحيه اليوم متابعينا الكرام كتواجدوا في اقليم الحاجب جبنا لكم هذه الارض الفلاحيه ما شاء الله كما كتشاهدوا جايه على هذا الطريق تشوفنا ما شاء الله اللهم زد وبارك هذه الارض المباركه كما كتشاهدوا جايه في زربيه المساحه ديالها سبعة هكتارات ونصف يعني محفظه تيتري وكما كتشاهدوا جايه زربيه ومنطقه ديال الماء والتربه جد خصبه كما كتشوفوا ديال هذه التفنه ديالها جات في اقليم الحاجب يعني الزربية سبعة هكتارات ونصف واحد الثمن جد مشجع متابعينا الكرام الثمن ديال هاد الارض الفلاحية المتميزة هو خمسة وعشرين مليون للهكتار الواحد كما كتشاهدوا هاد تشوفنا يعني شوفنا مزيانة كدوز الصيف يعني صراحة عرض عقاري متميز جدا المرجو اللي بغى يشوف هاد الارض الفلاحية الزيارة ديالها يتواصل معنا في الرقم الهاتفي المعتمد ديال الوكالة العقارية تيسير اللي هو صفر ستة سبعون ستة وتسعين تمنية واربعين أربعة وثمانين وعيد صفر ستة سبعين ستة وتسعين تمنية واربعين أربعة كما كتشاهدوا ما شاء الله التربة خصبة والأرض زربية هذا الأرض صالحة لأي استثمار فلاحي دالية يعني الأشجار المثمرة ففيرما تكون واحد الفيرما يعني مشروع ديال الفيرما ف يعني منطقة معروفة بالماء ومتميزة جدا وهذا الأرض يعني قريبة في إقليم الحاجب يعني موقع ممتاز جدا فمرحبا بكم متابعينا الكرام والمتابعات الكريمات فاللي يبغى هذا العرض العقاري تواصل معنا ومرحبا به باش نعطيه مزيد من المعلومات فمرحبا بكم دائما عروض العقارية متواصلة على القناة ديال الوكالة العقارية تيسير ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد إذا هذا الأرض الفلاحية المتميزة سبعة هكتارات ونصف محفظة والثمن ديال الهكتار الواحد 25 مليون سنتيم قابلة للتفاوض مع المشترين الجادين يعني الناس اللي باغية تشري يعني الجادين المشترين الجادين فمرحبا بكم مو بكم عند الوكالة العقارية تسير اذا الى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته اتمنى لكم كل الخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته